أوه شيت. من أين خرج؟ أوكي. Looks so sad. السلام عليكم اخوتي، معكم صديقكم صبريكو في استعراض لعبة Sea of Solitude او بحر العزلة بالترجمة العربية. هذه احد الالعاب التي صنعت قصد ان تقدم نصيحة او الى عرض تجربة مبنية على قصص حقيقية عن التوحد وعن الاكتئاب وايضا عن عواقب التنمر. حسنا، دعونا لا نثرثر كثيرا ولنقدم لكم هذه اللعبة. حسنا. I'm still trying to piece it together, but I can't. هناك خطب ما، يبدو أن هناك دروب فريم. I have family. I have friends. Okay. And yet here I am. Yep. Feeling lonely. المحيط الأغلب. Again. شيء مشترك في جميع الناس الذين لديهم التوحد، لديهم كل شيء حولهم من أصدقاء وعائلة، لكن لا يعرفون السبب ولا يعرفون المشكلة. هي تخاطب اللعبة بهذه الكلمة؟ من يدري؟ بالفعل كنت أنسى، صديقتنا البطلة هيئتها ليست هيئة عادية، تبدو كواحش، وهذا يجعلنا نرى أن اللعبة مقدمة بشكل فني، يعني أن كل شيء هنا قد ترونه يعني شيئا ما. فمثلا البحر قد يدل على الضياع، وشكلها الموحش قد يدل على الندم ربما. أهلا، تقدرون أصلح أمر دروب تريم وأعود إليكم. حسنا، هكذا أفضل، هكذا نحن نتحرك. حاليا بداية اللعبة جدا موافقة، لم يرمونك في معركة ولم يعطوك شيئا واضحا عن القصة، فقط أنت ضائع في بحر العزلة. أوكي، يبدو أنها فتاة تلعب. أوكي. إنها تعرف اسمها. أوكي. What a silly question. Here, I have a present for you. Be safe. Be safe. Oh. هل يمكن أن تكون هذه شخصيتها المتفائلة؟ أو ربما تكون تمثيلاً للصديق الذي يواسي يواسيك في مشاكلك. نعم، أعتقد أنها تمثل الصديق، فإن كانت نفسها فقد تعرفها، يعني لو كانت عن الشبه. كما قلت لكم، اللعبة مبنية على أن تقدمها بشكل فني، فأي شيء هنا. أوكي. Who do you mean? Not telling. This flare belongs with you. جميل جدا. Now you can use it too. Go on. Shoot it. Okay, سأفعل. لكن كيف؟ Shoot it. Okay, A. A. Let's go. Let's go. He's okay. Waiting for us. Who's waiting? Who, for man? Us? This girl is so strange. هذه ينتظرنا. أعتقد أن هذه الفتاة تمثل الصديق الذي يواسيك
يحاول إرشادك في أحلك أيامك. بالفعل بالفعل تصميم اللعبة جدا رائع. على سبيل التصميم قد تعني هذه المدينة مدينة الفتاة ربما، لكن ما المعنى من كل هذا الماء؟ نفهم أن اللعبة ما اسمها بحر العزلة، لكن ما المعنى الفني لهذا الماء كله هنا؟ ربما قد يرمز للحزن، من يدري؟ جديا أن تصميم اللعبة جدا خلاب. واو. لا أنا فقط أتأمل صديقتي، اصبري. Okay. I'm gonna get you. Never. Okay. Uh-huh. Now I know the flare can't go through walls. Okay. Okay, فهمت. الفلير يجعلني أعرف مكان هذه الفتاة. حسن. ما هذا؟ I'll make her leave you alone. Wait. من؟ Don't leave me here. Oh my God. ما الأمر؟ لقد حدث شيء. نعم لقد حدث شيء للصديق. إلهي لقد نسيت تماما. أو بالفعل هناك وحش. You worthless piece of shit. You have no idea what you're doing, do you? As usual. I'm trying. As usual. As usual. She knows my name. Yeah, yeah, yeah. هذا الوحش يعرفك. Do something to the girl. She is as fake as you are. So I ate her alive. My God. تصميم هذا الوحش يدل على شيء. لقد قالت أنها مزيفة مثلك، يعني أنها بالفعل تلك الفتاة تمثل الصديقة. ولكن ما الذي يمثل هذا الوحش؟ أيمثل الغضب ربما؟ بالتأكيد يمثل شيئا سلبيا في شخصية المكتئب والمتوحد أيضا. أترون كلما ابتعدنا عنه زاد الضياء، ما يعني أنها نوع من الأفكار السلبية في الشخص. حسنا أعتقد أننا سوف ننزل ونستمر على أقدامنا. أوكي جميل جدا. واو أترون هناك أثر أسود. أوكي لا أعتقد ذلك. هذا الوحش يعمل على أن تحت يحطمك. وما أدراني. هي الفتاة؟ نعم نعم هي. لكن كيف أستخلص من هذه الأشياء المظلمة؟ إنها لا تؤذيني. يمكنني أن؟ يمكنني أي اضغط هولد. اوكي يمكنني اجمعها. ماذا يعني هذا؟ انها هي. يس يو وهي على هذه الشكل ايضا. فوكس. وات؟ ما الذي يحدث؟ أوه يمكنني أن أوجه الضوء إلى تلك الوحش. أنا أحاول. لماذا يتشألم هكذا؟ لا تتفائل. إنها الندم. إنها الندم. هذا الوحش يمثل الندم.
being so cruel. That hurts so much. Okay. ماذا الآن؟ هناك المزيد. حسنا. يبدو أن هناك المزيد في ذلك الجهة. حسنا سأعود أدراجي. You're in my way. I need to find more light. Okay. توقف عن النظر إلي. جديا أحاول أن أفهم هل هذه الفتاة تعرضت للتنمر أم للاحتقار أو لأي أي شيء. هوليف. من وحش هنا. يا ترى ما الكائن الذي يمثله هذا؟ اوكي انه يتربص في تحت الماء، يعني اني لا يجب علي ان اسبح. حسنا، هذا الوحش يقوم بدورة كاملة، يعني انه عندما يدخل خلف المبنى سأقفز هكذا. سيحس أولي إنه يرجع. إنه يرجع بسرعة. ماذا؟ علي أن أجمعهم. أوكي، الجميل أنه يعطيني نظرة موسعة من الأعلى عن هذه البلدة. هذا الوحش عكس الوحش السابق، جاد في أن يمسكني. اوكي بالفعل نحن كنا نبحث عن فتاة، ولكن ما قصة هذا؟ منارة. سيس. اوه شيت، كان قريبا. تجمعوا هذا. أوه، لقد نالت المكان. وقد ذهب ذلك الوحش الذي في المحيط. لا يزال ذلك الوحش هناك. الندم لا يزال هناك. لكن ما ترى ما الذي كان يمثله هذا الوحش الشبيه بالسمكة؟ تصميم اللعبة جدا ساحر شباب. الموسيقى ايضا و يمكن يا الهي. Where did all this water come from? And what happened to the people? Hello? بالفعل نظرة جيدة. That's the first monster I met here. There must be another light nearby. Maybe I can make her leave. أكيد، وهذا ما سنفعله. كيف الأعلى هناك؟ فقط تخيل الرسالة التي يسعى المطور أو تسعى المطورة لأن تقدمها من خلال هذه اللعبة. لقد قالت أنها لا تعد أن تقدمها بطريقة احترافية، لكن انظروا، كل شيء هنا يمثل شيء. هذا الظلام، الظلام المتحول حول شخصيتها الطيبة، قد تعني تقبلها لحقيقة ما، وتقبلها يجعلها تجد النور داخلها. وأنت يا الوحش، حان دورك لكي ترحل. تقبل الحقيقة جدا صعب، وترونه يتألم. نعم، الندم. I try to help people. Stop saying I don't. الغريب أنها تتذكر أشياء عنها، لكن لا تتذكر كيف وصلت هذا المكان. What?
monster doesn't know me at all. Wow. My boat. قد هزمنا هذا الوحش هنا، لكن لماذا يحاول تحطيمها؟ أنا أعلم أن اللعبة مركزة حول الاكتئاب وحول التوحد وحول التنمر، لكن ما قصة فتاتنا أصلا؟ و أوه لا لا، الوحش خلفي. أوكي كان علي أن أجرب على الأقل. أنا أعرف قد تسرعت و كان ذاتي كنتيجة ناسي صغيرتي. أوكي حسنا، طالما أن فتاتنا تخلصت أو تقبلت ندمها، وباقي وحش آخر وهو يحوم أسفلنا جديا، لا أعرف أين هو، لكن سأحاول أن أعيد الكرة. أعتقد أني عندما أقترب إلى الضوء سوف يختفي، أليس كذلك؟ هوبلا، خلفي خلفي خلفي، أسرع 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 أسرع. نعم كما قلت لكم. I'm so glad to have you back. يب، إنها آخر هدية من صديقنا أو منارتنا تلك الفتاة. لو أنها لم تعطينا هذا الضوء لبقينا في الظلمات للأبد. جميل جدا، نحن في وجهتنا. واو، لماذا أصبحت مظلمة؟ أوكي بالفعل قد ابتعد عن الضوء ولتزال حبيسة عالمها. أوه صديقنا هنا. أوكي الطريق ليس بعيدا، اقفزي صديقتي. أوه لا لا، إنه قريب إنه قريب. آسف تسرع السبب. ما الذي قد يكونه يمثل هذا الوحش؟ عندما يمسكني يقتلني. أعتقد أنه الاكتئاب، مثل الاكتئاب هذا الوحش. عندما يمسكك يغرقك لأسفل ويقتلك، يدعك بظلامه ثم يقضي عليك. أوكي أسري 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 أسري. الفتاة ليست سريعة في السباحة، أسري. أوكي جميل جدا. ومن هذا؟ لم أنتهي بعد من صديقنا، لكن أوكي استمر استمر استمر. أنا هنا. Wait, that monster, it seems familiar. Familiar. Maybe it will help me get out of here. What? Here is. كيف يبدو مألوف؟ الوحوش الأوائل لم تتعرف عليهم، لكن هذا تعرفت عليه. الذي يعنيه هذا؟ نظريا هي تعدها بهذا الشكل وحش، يعني منطقيا هي مثله، لكن لا أعرف جديا لا أعرف. لا تقولي أني سوف نذهب خلف ذلك الطائر، لا أعتقد. ارجعي صديقتي. إلى أين الآن؟ هنا. أوكي. They make me feel sick. Hello. ومن هذا؟ And what are you? You remind me of the girl. Oh, do you know her? She's like you, bright and glowing. Can you lead me to her, please? What? Do you remember okay. this place? It was our favorite cafe. It's been years. Do you think they'll give me free cake like the first time we came here?
Well, technically the first time you were here was 9 months before you were born. Oh. هذه كرهت أمها. Sometimes I forget you're only 12. Come on, let's walk a bit more before we head home. Okay. ماذا يسمعني ذكرياتها؟ ربما جزءا من القصة لكي نفهم خلفية بطلتنا. What is it? Is everything all right again with you and Papa? Oh. Yeah. Yeah, of course. بالفعل أحد الجوانب التي يشترك بها هذا النوع من المشاكل. مشاكل بين الأم والأب. I can't wait to be a big sister. What will we call him? How about Sunny? Okay. لديها أخ. سيأتي في الطريق. Big sister. شيء جميل. Oh, big sister. Did you make me hear that? Okay. الندم. هل حدث شيء سيء لأخوها؟ اوكي الى اين ياخذني هذا الشيء؟ اوكي يبدو اننا نعود الى قاربنا. شيء جميل سنستكشف الان. يا الهي لقد عاد. Hey, wait for me. I'm searching for a girl in a yellow coat. Have you seen her? Oh, yes. I know her. I know her very well. Step into the water, and I'll take you to her. Ya ilahi. ما هي تلك المشاعر التي تعطي صاحبها أفكارا مغرية وهي في نفس اللحظة مظلمة ومؤذية؟ يب إنه الاكتئاب، لأن هذا الوحش يعرض عليها المساعدة بشرط أن تستمع له. التقديم لحد الآن جدا رائع، ليس احترافيا نعم، لكن رائع. أين ذلك الوحش؟ الوحش ها هنا ذا. أوكي أسرعي. جميل جدا، لقد وصلنا. نعم الطريق الذي نسلكه هو الطريق الذي ذهب إليه الغراب. يا كما قلت لكم. Kill me horribly and eat me. Oh shit. من أين خرج؟ Okay. It looks so sad. Looks so sad. لماذا هناك أمر غامض في هذا الوحش؟ صديقتنا تحس بمشاعره بشكل أو بآخر. قد يكون رفيقها ربما. أو شيت. ما هذا؟ تسمعون هناك ضحك. يبدو أنها أيدي المتنمرين هذه. أسمع أصوات أطفال يضحكون. يا إلهي. بالفعل هناك أطفال يضحكون. Who's there? Well, look who's here. Oh, God. يا إلهي. Being ugly really does run in your family. Oh
واو بالفعل هؤلاء متنمرون، لكن لماذا يسمعها أنا؟ بوت اوكي هيا. I'm so happy you're walking me to school, Kay. I've been feeling a bit, I don't know, weird lately. That's great, Sunny. Hey, are you listening to me? إنها لا تنتبه له، هذا هو سامي صغير. Sorry, was texting my boyfriend. Yo. Oh, he's calling me. I've gotta go. Have fun with your friends, yeah? No, wait. Okay. Oh my god. I remember this place. This is Sunny's school. نعم لقد قلت لكم انه اخوها. لا تقل لي. هل قامت بشيء سيء لاخوها؟ من هو المكتئب هنا، هي ام اخوها؟ What؟ جدي لقد دخت. Are you singing? Oh my god, you sound like a girl. Oh my god. Do I? I'm just kidding. Oh, come on. Can't you take a joke? Oh my no, god. سيلقبونها بالشاذي هكذا. يا إلهي. لماذا أسمع أفكاره؟ ولكن هل شخصيتنا ترجف؟ إنها خائفة من من؟ أنا خايف من هذه الأشكال. حسناً سأواجههم، ليس لدي ما أواجههم بها سوى هذا النور. هيا 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 هيا. أوكي حسناً جميل. My god. I mean, yeah, I guess. Yeah, he said that he has to call. Dad, right? My God. لقد أخبر. Kill you. Oh hey my guys, God. Look, I think we can get this pencil stuck in Sonny's hair. Don't. Ow, that hurts. I want to go. What's wrong with you? We're just teasing. Now hold still. Yeah, إلهي. Sorry. Oh, sorry. انظروا. يا إلهي، هذه ذكريات أخوها الصغير. نحن نعيش نسمع ذكرياته ونعيش مشاعره. انظروا إلى بطلتنا كيف ترتجف. أخوها صوني كان هكذا وسط المدرسة، محاطا بالمتنمرين هكذا. Oh my god. حسنا تعال اقفزي احسنتي. يا إلهي، تخيلوا يوما كاملا يقضيه هكذا يهرب ويتخطى او يا إلهي. اوكي اقفزي هكذا احسنتي. Oh my god. Why are you avoiding us? نعم. I'm not. I wanted to. Wow. Is that how you treat your mates? No wonder we are only friends. أتمنى لو أن يجد هذا المتنمر قسما بالله. التنمر شيء سيء جدا. يا إلهي، التنمر شيء سيء جدا أصدقائي.
لا تتنمر ولو بمزاح، لا تمزح وهكذا. المسكين كل ما أراده أن يكون لديه أصدقاء. أقل شيء طالبه هو الاستماع. طلب من أخته أن تستمع لقد قال لها: هناك شيء أريد، غريب أريد أن أحدثك به. وهي فقط تجاهلت، قد استخسرت دقيقة لتسمع. يا إلهي. يا ترى ما الفائدة أو ما الهدف أو ما الإنجاز الذي ستشعر به وأنت تستحقر شخصا عاجزا؟ ها؟ تعالوا 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 تعالوا. داد، تسمعون يقولون سوف نجدك، سوف نقتلك. هذا قد يشرح أنه كان دائما يختبئ في أماكن فقط ليتخطاهم. نعم، كم أوت، إنه يختبئ. ياس ياس ياس. Oh my God. يا ترى عندما يكبر هذا المتنمر ويصبح بالغا لديه أولاد، ما نوع المشاعر التي سيشعر بها عندما يتذكر هكذا مواقف قام بها مع أناس مثل سانيا؟ هل ستشعر بالفخر؟ هل ستشعر أنك قمت بإنجاز؟ ما الذي ستشعر؟ وماذا لو هذا الشخص الذي تم التنمر عليه قام وانتحر أو أذى نفسه؟ هل ستشعر بالفخر عندها؟ أعدك أنك ستشعر بندم. أتمنى أن تكون أنت الذي ينتحر مكانه. Oh my God. Okay. أعتقد أني يجب أن أتخطى ميس كذلك. أوكي. سهلة 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 سهلة. Oh my God. سهلة. مثلاً. لا. Oh my God. لقد بدأ يدخل لأول مراحل الاكتئاب. لقد بدأ الظلام يبتلعه بالفعل. Oh my God. يبط صديقي يبط. No. الندم. لقد بدأت تزرع فيه بذور الاكتئاب. They are my friends. سيبدأ يكذب على نفسه. سوف يبدأ. يا إلهي. ليس أصدقائك يا ساني. الصديق لا يسمح أن يتم إيذاؤه. الصديق لن يستغل طيبتك. الصديق لن يهددك. الصديق سينتشلك من الظلام وليس العكس. لقد وجدوه. يا إلهي. It can't be true. How did I miss this?
I knew he wasn't happy at school, but I'll try not to cry anymore. Sunny? It isn't really that bad, right? I'm so uncool. Maybe I deserve it. Sunny! Oh my god. I had no idea. Why didn't you tell me? قد أخفى كل هذا الحزن داخله. لهذا السبب المكان غارق في الماء. Oh my god. تلك النظرة حطمتني. ماي جاد. لقد كان يا إلهي. لقد كان يخزن في داخله كل ذلك الحزن. ليس هذا فقط. لقد قبل بمصيره. لم يحارب. لم. يا إلهي. لقد حطموه كليا شباب. أنا آسف أصدقائي، سأوقف عند هذه اللقطة. شكرا أصدقائي على حسن المتابعة. أنا ما أنتظر لكم صبركم، ولا تنسوا تعملوا مقطع بلايك. يا مان لله.